نصوص تقصار ورتقوله هدان سده هذا آخر بوقت قادم هي لا بقى قصة النبي قوني دين كشق عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وصفره أيان إن عربي يكون صباحي إنك عربي جاب سود ويجي سفي عن بوز هو مرت صار دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام هدي عيديات كيالته وأبل جودشري نجرت عيد نبي محمد واحترطي وانو اسكود دايين وحاوق بضان نفتراه أبا الله وما هي النبي عليه الصلاة والسلام عيد كستويات كله أبا الكله وأبا القود الشري أكو أركي إني كان مرتي الصوري بو حكو يري إيب بلان قاتنا دنو إيمان الصور نو كالي بو يري مدينة يقضب كالي وكو أبا القود إياهي واسكت تقي النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مركو تقي أيو مدينة كقدب تقي مدينة مركو يوم ابو نبو سودا وهي كذبنا نبو حكور السل حد أنت يويدي ما أنت وحي ويدي سو نينك نوان الرمية هنك نينك بادية جوغانا انت بضن ده انا هاول لنو لي هاي بوقف الله هن يهي ده تنوحو دي نحن ربا هلا انفوله oo waliba irmaan bay riwaayadka qarqo tilmaamay riwaayadka qarqodna waxay tilmaamayaan iyo ceesama aan maalo hoogaa adiyo irmaan iyo yenef geelo aan fuulo dabeetana si abu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii si uu ku soo jeesto wuxuu yidhi acajastu man takunu mithla cajuzi bani israa'iil waryaadhan war miya ka liidataan habartii reer banu israa'iil buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam وحيدادنا إله رسول بسيو حبرت الرير بر إسرائيل محايد نبي عليه الصلاة والسلام وحشاقي إسلام رير بر إسرائيل نبي موسى مركي وهجرو دي وكبحي فرعون يمشي ما ملي أي سفر كهاية أي وضدي كلمين ديت أنا وإسفان نغضان وضدي بي وضدي بي هيلي كري وهاية لو مستاكو بضط ديت أنا وحيدادنا موسى وستاك رجل السعداء وحيد عدين بل مباشرة نبي يوسف الرير بر إسرائيل كقاضي وإن فلنين وحين الله الله ما إنا وبل كي يوسف أنو مالينا وما حيبو يري وعند النبي يوسف وحو يري رير بر إسرائيل وهذا ما يشاك بحضان ما يتكيغا هكا قلت لنا إيقا قاضا حوا شايدا قضو إيقا قاضا أنا مركا بل كاسونا كقاضي بيد عدين نبي يوسف مركو قيريوني marka waxaanu la lumayna baan filayna ballankii yuusuf baynu khilaafnay nabi yuusuf aan raadino yaa garanaya baa la yiri xabaashii nabi yuusuf waxa la yiri habar umba wax noolo imka garanaya hal islaanaba hadhay habartaasa hadhay habartay igu yeedhay buu yiri habartii baa loo yeedhay habartii baa waxa la yiri waxaan rabnaa inaad na tusto buu muuse leeyay meesha weena xabaashii nabi yuusuf waxay tidhi xukumkayga hal laysiiyo oo waa maxay إن الجنة كورة جنة كورة قال بيت النبي موسى وهابر جنة دونيسة دي أنا أنت أدى الله يرحمه أرجونا واحد ربع محي جنة دونية هنك يدو هل كاسو تاجي دبتنا حديث كوح تلمام يا موسى أريد كوير وينات إلهي بوا حيوذي موسى وحلا يدو حكم كذا سي سلام تا حكم كذا سي وادلا ضيبا الله يدي بلن قال لقوقات إن الدم موسى جنة دور رعدت تلمام وحي ترين وضيع وحي كانت مال مستنقعة مال بيا فريسي وقرنة أي كانت وحي ترين ماشي تنبيا كدورة ماشي باب بيا لغا دورة مركي ماشي اللي انجتشي وحي ترين هل قضى دبتنا ماشي باب الله قضي والله قصة صارة دبتنا صفر كي باي بلابين تابوتي ربي يوسف نواقاتين ودد يوم باي لهي توبية وقرد جاي مركسيو ربنا إسرائيل سيدي باي كوغل بدين وإلهي إنك فرعونها هي كوحد شو كودا في أو سو قاري واي نبي قوحو لي عليه الصلاة والسلام نكي ويرسل يوحو هنقرقس ونقضي نفقي لي صدنا لي أبو حقا عدي وماله أيوحو لي عجزت من تكون مثل عجوز بن إسرائيل ورمر غير بن إسرائيل هبرت ودمية كلي ده تنبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام واتي سحاب قيرا يا ربيع بن كعب الأسلمي حديثي سأنت بدن مقشين إن شاء الله وحنا حديث شيء وقتي وقعوا بنو سوكوبا إن شاء الله ووضع حسن صحيح
سي علماء صور نقليها. ربيعة ابن كعب الأسلمي السحابي يربو هذا اللي يراه لكن وح ما هي ستادة كمدة أهل الصفها صفاد ومساجد كي نبيغا حقا دمي برندو كلها أي هرصدان صحابة عن قرية وحبت وانا مقالة كلهاين اسكباها أنا هل كودا سيحدان وارصدان رقا هل كاتشو قو كمدها نندا اللي يرانا ووها وحج على استينو نبيغا وأديغو دبتنا الباب كنبيغو سيحنشري intu kabaha nabiga soo diyaariyo iyo weysadiisa iyo waxa intu soo diyaariyo ayuu albaabka nabiga seexan jiray alayhi salatu wasalam waxaanay nabigu inuu gamay waxaan ku garan jiray markaan tasbiixda maqli waayo intu nabigu soo jeeday wardiin baa bixi jiray bulay subhana alladhi san maqli jiray nabigu inuu gamay wuxuu baa calaamad ii ahaan jirtay buu yiri marka aan maqli waayo tasbiixda ayaan garan jiray buu yiri inuu nabigu gamay alayhi salatu wasalam markuu nabigu tooso ee uu sidaahdo bax oo kaadi haajata ayaan soo boodayo waxaan la diyaarahay buu yiri labadii kabood iyo weysadii labada kabood baan u dhigaa weysadana waa u qaadaayo waa raaca nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa arkay wiilkan yar ee dadaalaya dabeetana waxaanu nabigu ciddii wax u samaysa waa u abaal gudi jiray abaal laawo ma raba maahayn maalintii dambe nabigu u yeedhay wiilkiiyo wuxuu ku yidhi sal warbal waxi weydiiso maxaad doonaysaa buu ku yidhi maxaan kuu qabtaa ترى أنك وادي عاوسي أدنى وحن كو غبط الشيخ رواية قارك هذا حيد هذا وحيد إله رسولك السيو أن صفك صوت الشضاء وطشضاء وحسر ورنبي محمد محمد ويدي ستا تهتنا وحيد ور الدنيا هداد ويدي ستا سو بريد من مساعد ونحط ريا وأن مباهان ومساعدك حق ستنبه ورداء وعباه يسنن كان وعباه يسنن أيها دناء الدنك تسوحي يركيهي wuxuu leeyahay war hadaada waxoogaa xoolaha duun nabi maxamed weydiiso taadoon muxuu yeeso barri laga tagi maayo oo soo noqday wuxuu waan tashaday ilaahay rasuulkiisiyo haye maxaad rabtaa wuxuu waxaan rabaa muraafaqataka fil janna jannada inaan saaxiibku kula noqdo adduunka waanigana waa ku arkaayo waa kaag dhowahaye jannadana inaan kaag dhowaado yacni waa jannada dhulkeeda sare inaan na tago rawaadka qaarkood nabigu wuxuu yidhi war yaa kugula soo taliyey talan nin yar ka weyn deetani talan nin yar ka weyn yaa kula soo taliyey buu ku yidhi wuxuu yidhi cidna ee adduunkaan arko dee adduunku marka arkay inaan wax nafla ahayn ayaan silibidhi nabi maxamed ha ka hadhay ee aakhiro jannada xaguu tago inaan la kugeeyo weydi awa hayra dalik buu nabigu haddana yidhi war waxaanta ahayn ma weydiinaysaa jannada ilaahay ba hayee bal wax kaloo waxun may weydiisanaysaa may buu yidhi anugu intaasaan rabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi haddaba acinnii calaa kahrati sujuud bal haddaba adna igula dadaal oo igu gargaar sujuud badni salaada inaad badiso adna bal dadaal anaan ilaahay kuu baryo subxaana wa tacaala yacni hamigiisu halkaasuu joogaa idan asxaab alhami alcaali qaal ya muslimku yahayba qofku hadduu hami sare leeyahy waxbuu xaqiijin karaa laakiin waxa la xaqiijinaya waxay ku kala gedisan yihiin maaalibta iyo ahdaafta dadku ay leeyihiin midna hadaf iyo maalab dunaawiya buu leeyahay midna kuwa kaluu leeyahay haddaynu dib ugu noqonno taarikh